أحبائي الطلبة والطالبات أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم مرة تاني، وهناخد مع بعض النهاردة ليسن 2، وهنتكلم في موضوع تاني مهم جدا جدا في الشابتر ده، اللي بيتكلم عن الدايمنشن فورمولا. إيه المقصود بالدايمنشن فورمولا؟ معادلات الأبعاد. تعالوا نتفق مع بعض، احنا الفاندمنتال فيزيكال كوانتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده هما تلاتة، اللي هما اللينس والماس والتايم، وقلنا ان كل درايفبلز كان بي درايفد فروم فاندامنتال الثلاثه دول اللي هم اللينس والماس والتايم. فانا ممكن اعمل فورما لكل الفيزيكال كوانتس من خلال الثلاثه دول. طب ايه اللي هستفيده منها وازاي اطبقها؟ تعال نعرف في الاول ونتفق مع بعض على الدايمنشنال فورمولا دي هنصيغها ازاي. اتفقنا ان اللينس ايه او الماس هناخد منه الام كابيتال، الماس هناخد منها الرمز ام كابيتال عشان اعمل بيها الفورما. وعارفين كلنا في الستاندرد ماس هنقيسه بالكيلوجرام، الماس بنقيسه بالكيلوجرام، واللينس هناخد الرمز ال كابيتال منه كاختصار، واللينس احنا في الاس اي يونت برضو متفقين ان هو بيتقاس بالمتر. وبالنسبه للتايم هناخد الرمز تي كابيتال منه، وكلنا برضو اتفقنا على ان التايم بالاس بالسكن. يبقى احنا عندنا الماس واللينس والتايم، ام وال وتي، دول اختصارات للماس واللينس والتايم. من خلال التلاتة دول، من خلال التلات رموز دول، هقدر اعمل فورما لكل الفيزيكال كوانتس، والماس بالكيلوجرام، اللينس بالمتر، والتايم بالايه السكند. طيب ازاي بقى ابدا ايه استخدمها، وازاي اصيغ الدايمنشنال فورما بطريقه صح؟ تعال نفترض مع بعض ان في فيزيكال كوانتيتي اسمها ايه. ايه دي؟ اي حاجه تيجي في ذهني، اريا، فوليوم، دينستي، فورس، وورك، انرجي، اي فيزيكال كوانتيتي ممكن تيجي في ذهنك تعال نفترضها الرمز بتاعها ايه. فانا عشان اعمل دايمنشنال فورمولا للايه، فانا هعملها ازاي من خلال التلاتة دول؟ الفورما او الصيغه اللي هتبقى مبنيه عليها ان الام والال والتي التلاتة دول يكونوا تايمز بعض، ام تايمز ال تايمز دي، التلاتة دول يبقى ايه، مفيش حد فيهم ديفايدد، ولو واحد فيهم ديفايدد انا ارفعها للباور بتاعها، اغيرها بدل ما يبقى الباور بوزيتيف يبقى باور نيجاتيف. والال A وال B وال C دول انتجرز، ارقام، يعني ممكن يبقى الام بوزيتيف اور نيجاتيف 1 او 2 او 3، ال كذلك وال T كذلك. فيبقى الصيغه اللي انا عايز انتج عليها الفورما بتاعتي لكل درايفبلز بتوعي اللي هم مين، ام وال وال T، تبقى على الشكل ده، الثلاثه دول تايمز بعضهم. تعال ناخد مثال نطبقه بشكل عملي علشان تبقى الفكره واضحه. اول مثال احنا كلنا عارفينه اللي هو السبيد. السبيد هي الديستانس اوفر تايم. طب الديستانس دي تبع مين؟ تبع اللينس. فانا هشيل ديستانس واحط مكانها ال من الدايمنشن فورما، كذلك هشيل التايم واحط مكانه تي كابيتال، يبقى ال اوفر تي. طب ده كده ده الدايمنشن فورما بتاعتها، بس مش ده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه. فانا هعمل ايه في التايم ده؟ اخد التايم ده من تحت وارفعه فوق. لما اطلع التايم ده فوق هغير الباور بتاعه، بعد ما كان بوزيتيف من تحت يتغير يبقى نيجاتيف 1، يبقى ده ال تي نيجاتيف 1 ده الدايمنشنال فورمولا لمين؟ للسبيد. يبقى انا كده عرفت اصيغ الدايمنشنال فورمولا للسبيد بتاعتي من خلال ال وتي. طب يا مستر فين الام؟ بدل الام مش موجوده، الماس مش موجوده، خلاص مش بنكتبها، يعني هي مش شرط وجودها، المهم يكون على حسب الايه، هي الدرايفبل دي جايه من فين؟ دي جايه من الديستانس اوفر تايم، يعني مفيش ماس، يبقى خلاص ما بكتبش الماس، يبقى ال تي نيجاتيف 1. ولو عاوز اكتب الماس ممكن اكتبها ام باور 0. احنا عارفين كلنا اي حاجه باور 0 ده ايكوال اي 1، فممكن ايه اعتبرها كانها مش موجوده خلاص. طيب يبقى لو حبيت بقى استفيد من الفكره دي ايه؟ ان انا ممكن احول الدايمنشنال فورمولا اللي موجوده بتاعت السبيد اللي هي ال تي نيجاتيف 1 الى ميجرنج يونت، على ان اللينس بنقيسه بالايه؟ بالمتر، والتايم نيجاتيف 1 ده هيبقى سكند نيجاتيف 1، يعني الباور اللي على التايم هو هو اللي هينزل على مين؟ على السكند. يبقى متر دوت سكند نيجاتيف 1. لو انا عاوز اشيل النيجاتيف ده ممكن اعمل ارجع له الديفايدد، يعني اشيل التايمز ده اللي موجود واعمله سلاش، سلاش ده معناها ديفايدد، بس اهم حاجه غير باور الحاجه اللي بعديها، يعني السكند ده بنيجاتيف 1 يبقى بير سكند، يبقى متر بير سكند. يبقى السبيد الدايمنشنال فورمولا بتاعتها ال تي نيجاتيف 1، والميجرنج يونت بتاعتها متر دوت سكند نيجاتيف 1 او متر بير سكند. تعال ناخد مثال تاني برضو يوضح الفكرة دي عشان نفهم برضو احنا ماشيينها ازاي. بيقول ايه في السؤال ده؟ find the dimension formula and measuring unit of acceleration if you know that it has defined as the rate of change of velocity. يعني هو بيقول لي هات لي ال dimension formula و measuring unit للacceleration،
وبيقول لي كده هنت كده مهم قوي ان هي جايه من خلال الريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي اللي هو المعدل الزمن التغير في السرعه. طيب ايه الاكسلريشن؟ هي السبيد اوفر تايم اللي هو الريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي سبيد اوفر تايم. طيب السبيد احنا كنا كتبناها في الاكزامبل اللي فات على ان هي ال تي نيجاتيف 1، والتايم احنا قلنا هنكتبه تي كابيتال. يبقى انا عندي هنا ال تي نيجاتيف 1 فوق وعندي تي كابيتال واحده من تحت. طب اعمل ايه بقى؟ اخد التايم اللي من تحت ده اتفقنا نطلع بيه فوق، يبقى التايم ده نيجاتيف 1، يبقى تي نيجاتيف 1 وتي نيجاتيف 1 نعمل ايه للباور؟ نعمل بلس للباور، يبقى نيجاتيف 1 فوق مع نيجاتيف 1 اللي طلعت لها الثانيه اللي من تحت دي يطلع لي نيجاتيف 2، ويبقى الدايمنشن فورمال للاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. ده الدايمنشن فورمال للاكسلريشن. تمام. طب عايزين نكتب بقى ميجرنج يونت، تعالى نحول ايه بقى؟ نحول اللينس الى متر، ونحول التايم الى سكند، وانزل بالباور الموجود فوق التايم، يبقى متر تو سكند نيجاتيف 1. واتفقنا لو انا عاوز اشيل النيجاتيف ده اشيل الديفايدد التايمز اللي موجود واحوله الى ديفايدد، يبقى متر بير سكند سكوير. يبقى ده مين؟ الميجرنج يونت بتاعه الاكسلريشن متر بير سكند سكوير، والدايمنشن فورمولا بتاعتها ال تي اي نيجاتيف 2. يبقى انا كده عرفت الاكسلريشن الدايمنشن بتاعتها والميجرنج يونت بتاعتها. تعالى ناخد مثال كمان. بيقول ايه في المثال ده؟ بيقول find the dimensions and the unit of measuring force knowing that، وبيقول لي ان الفورس دي عباره عن ايه بقى؟ الفورس دي equal mass times acceleration F equal ma. يبقى هو مديني الفورس، بيقول لي هو عاوز الفورس، وبيقول لي ان الفورس دي هي mass times acceleration. طب اجيب الميجرنج يونت بتاعتها ازاي بقى والدايمنشن فورمولا؟ احنا دفعنا ان الماس الدايمنشن فورمولا بتاعته ايه؟ ام كابيتال. الماس الدايمنشن فورمولا بتاعته ام كابيتال. والاكسلريشن احنا كنا كتبناها في الاكزامبل اللي فات ال تي نيجاتيف 2. ايه ده مستر؟ يعني هو انا مش محتاج افك الاكسلريشن السبيد اوفر تايم وافك السبيد واعرفها ان هي ديستانس اوفر تايم واقعد افك فيهم لغايه ما اعرف الدايمنشن؟ بص، هو مطلوب مني ان انا احفظهم، احفظ المجموعه الاساسيه. يعني لو فتحنا كتاب المدرسه هتلاقي فيه تيبل موجود فيه كل الدايمنشن فورمولا الدايمنشن فورمولا الفيزيكال كونسيبت المهمين اللي احنا لازم نحفظهم. هم اوريدي كده كده هنحفظهم في المنهج، وانا كده كده هناخدهم في المنهج واحنا ماشيين، بس في شابتر 1 هو مقدم لي جدول محطوط فيه المجموعه دي، بس احنا عايزين نعرف هم المجموعه دي جت ازاي واتصاغت ازاي، ولو جاب لي مثال احطه ازاي واشتغل عليه ازاي. فانا محتاج اعرف الحاجات الاساسيه زي السبيد وزي الاكسلريشن مثلا. يبقى الفورس هي الماس تايمز الاكسلريشن. خلاص الماس اتفقنا، يبقى ام كابيتال، والاكسلريشن اللي هي ال تي نيجاتيف 2. تعالى بقى نحول الدايمنشن فورمولا دي الى ميجرنج يونت. طيب الام كابيتال ده الماس، والماس بنقيسه بالكيلو جرام. ال كابيتال ده اللينس، وبنقيسه بالمتر. التي كابيتال ده التايم، ونقيسه بالسكند، والباور ينزل، يبقى كيلو جرام دوت متر دوت سكند نيجاتيف 2. يبقى ده الميجرنج يونت بتاعت مين؟ بتاعت الفورس. يبقى ادي الدايمنشن فورمولا وادي الميجرنج يونت. الفورس لان من الفيزيكال كونسيبت مهمه جدا جدا في الفيزيكس، فاقول عالم بتاعها اسمه نيوتن، فلان هو الراجل ده قدر يتوسط للعلاقه دي او يقدر يجيب لنا العلاقه دي، فاحنا خدنا اسمه نيوتن واختصرنا الميجرنج يونت اللي موجوده. يعني ممكن اختصر كيلو جرام متر بير سكند سكوير دي الى نيوتن. يعني ممكن اكتب دي صح او اكتب دي صح، لان الاثنين بيدلوا على نفس الحاجه اللي هي مين؟ اللي هي الفورس. يبقى كده احنا عرفنا للفورس الدايمنشن فورمولا بتاعتها ازاي، وكمان قدرنا نحول الميجرنج نحولها الى ميجرنج يونت، والفورس حاله خاصه ليها اختصار عندنا اللي هو نيوتن. تعال ناخد اكزامبل كمان يوضح لنا الفكره. بقول find the dimensions and the unit of measuring work knowing that. بيقول لي ايه الورك دي بقى؟ work equal force times displacement. الفورس تايمز displacement W equal F في D. طيب تعالى بقى نطلع ايه الدايمنشن فورمولا بتاعتها. الورك فورس ديسبيسمنت، اتفقنا ان الفورس هو ام ال تي نيجاتيف 2. الفورس ده ام ال تي نيجاتيف 2، والديسبيسمنت زيه زي الديستانس، يعني تبع اللينس. يعني اختصر الديسبيسمنت الى ال، يبقى انا كده عندي كام ال في الايكويشن دي؟ في 2 ال. طب نعمل ايه للباور بتاعتهم؟ نعملها بلس، يبقى ام دي تنزل، ال وال يبقى ال 2 وتي نيجاتيف 2. يبقى ده الدايمنشن فورمولا بتاعت مين؟ بتاعت الورك ام ال 2 تي نيجاتيف 2.
بتاعي. تعالى بقى نحولها لميجرنج يونت. الام تبع الماس بالكيلو جرام، ال تبع اللينس يبقى بالميتر، والباور 2 ينزل عليها، التايم تبع السكند بنيجاتيف 2 ينزل عليها. يبقى الميجرنج يونت للورك هو كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2. الورك زيه زي الفورس ليها اختصار، ويرجع للعالم بتاعها اسمه جول، فاحنا اختصرنا كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2 الى جول زي ما اختصرنا الفورس، وحطينا اختصار للميجرنج يونت بتاعتها ان هي نيوتن. كذلك الورك ليها اختصار للميجرنج يونت بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها جول. يبقى كده الورك عرفنا نجيب لها الدايمنشن فورمولا، وكمان عرفنا نجيب لها كمان مين الميجرنج يونت بتاعتها، وكمان ليها اختصار. ناخد مثال كمان بيقول ايه؟ find the dimension and the unit of measuring pressure knowing that البريشر ده عباره عن الفورس اوفر اريا. بريشر ده فورس اوفر اريا. طيب تعال نعرف مع بعض الدايمنشن بتاعتها هنجيبها ازاي. الفورس اتفقنا هي ام ال تي نيجاتيف 2، وده من الاكزامبل اللي فات. الفورس هو ام ال تي نيجاتيف 2، والاريا احنا كلنا عارفين ان الاريا دي لينس تايمز ويدث، يعني ال تايمز ال. اللينس والويدث تبع حاجه واحده بس بيتقاسوا باللينس، خلاص يبقى ال وال. يبقى انا عندي هنا كام ال؟ في 2. طب اعمل ايه بقى؟ في ال فوق وفي ال تحت. يبقى انا اعمل ايه في الاثنين دول؟ اكنسل ال اللي فوق دي مع واحده من الاثنين اللي من تحت، تتبقى لي ال واحده بس تحت. يبقى الام دي اول واحده هتنزل، ال اللي تحت دي تطلع فوق، ولما تطلع فوق اعمل ايه في الباور؟ ما انساش اغير الباور بتاعها، تحت هي بالبوزيتيف تطلع فوق تبقى بالنيجاتيف. طب يا مستر لو هي تحت بالنيجاتيف هتطلع اكيد فوق بالبوزيتيف، يعني اغير الباور اللي موجود عندي. طيب يبقى ادي مين؟ ادي ال. التايم برضو ينزل عندي تي نيجاتيف 2، ويبقى هي ام ال نيجاتيف 1 تي نيجاتيف 2. ده الدايمنشن فورمولا لمين؟ للبريشر. هل اقدر احولها؟ يبقى الام ده تبع الماس بالكيلو جرام، ال تبع اللينس ويبقى بالميتر وينزل الباور نيجاتيف 1، التي ده التايم تبع ده بالسكند وينزل عليه الباور نيجاتيف 2، ويبقى الميجرنج يونت للبريشر هي كيلو جرام متر نيجاتيف 1 سكند نيجاتيف 2. يبقى ادي الدايمنشن فورمولا بتاعتها، وادي الميجرنج يونت بتاعتها. طيب ايه اللي هستفيده من فكره الدايمنشن فورمولا؟ ملحوظه مهمه في ايه لازم نحطها في ذهننا في الاول قبل ما نبدا الاستفاده الحقيقيه او الاستفاده الثانيه بتاعتها، ان احنا we can add or subtract two physical quants provided that. احنا عشان نجمع او نطرح physical quants لازم يبقى عندي حاجتين مهمين قوي خلي بالنا منهم. اول شرط ان لازم تبقى التو physical quants دول يكونوا of the same type، من نفس النوع، وسيم dimensional equation، ونفس مع ايه الدايمنشن فورمولا بتاعتها او dimensional equation بتاع نفس معادله الابعاد بتاعتها. يبقى من نفس النوع يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابقى اعمل الماس بلس للتايم، ما ينفعش اجمع الماس والتايم، او اعمل اد او سبكتراكت للسبيد مع مثلا الفورس، ما ينفعش. ليه؟ لان دول مختلفين وكل واحد يقدر منش فورمه من مختلف. كمان مش ده بس الشرط، الشرط الثاني والمهم برضو ان يكونوا سيم تايب وسيم ميجرنج يونت، يعني ممكن يبقوا الاثنين سيم ميجر سيم ذا فيزيكال كوانتيتي بس ما اقدرش اجمعهم لان ده ديفرنت في اليونت. يعني ايه؟ يعني مثلا وي كانوت اد 1 متر تو 170 سنتيمتر، يعني ما ينفعش اجمع المتر مع مع السنتي. لازم اعمل ايه في السنتي ده؟ احوله الى متر، او اعمل ايه في المتر ده؟ احوله الى سنتي. في الحاله دي اجمع سنتي بلس سنتي، او اجمع متر بلس متر. يعني ممكن يكون التو فيزيكال كوانتيتي متفقين زي بعض، الاثنين زي بعض، بس ما اقدرش اجمعهم. ليه؟ لان ديفرنت في الميجرنج يونت. يبقى مهم قوي اخلي بالي من الملحوظه دي، ان انا ما اقدرش اعمل اد او سبكتراكت للفيزيكال كوانتس unless they have the same dimensional formula وسيم ميجرنج يونت. لازم يكون ليهم نفس معادله الابعاد، يعني سيم تايب وسيم ميجرنج يونت ونفس ايه اليونت بتاعتي. يعني ما اقدرش اقول 2 اور بلس مثلا 10 سكند، ما ينجمعش 2 اور مع السكند. لازم احول السكند الى اور، احول الاور الى سكند. في الحاله دي اقدر اجمع السكند مع السكند، او اجمع الاور مع الاور. طيب ايه؟ يقول لي سؤال كده، وي كانوت اد اور سبكتراكت ورك تو سبيد. ليه ما اقدرش اجمع الورك مع السبيد؟ because they don't have the same measuring unit as speed is measured in meter per second والwork measure in kilogram meter square per second square. We cannot add them unless they have the same measuring unit. ما اقدرش اجمعهم لانهم مختلفين في التايب وفي الميجرنج يونت، عشان كده ما اقدرش اجمع او اعمل سبتراكت للورك مع مين؟ مع السبيد. طيب
الاستفادة اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا كده قدرنا نحول الدايمنشن فورمولا الى ميجرنج يونت، يعني انا قدرت اعرف الميجرنج يونت للفاندمنتال للدرايفبلز بتوعي من خلال مين اللينس والماس والتايم. بعد ما عملت الدايمنشن فورمولا بتاعتها قدرت احولها الى ميجرنج يونت، ودي كانت فكره سهله وبسيطه للدايمنشن فورمولا. لكن ايه الاستفاده الحقيقيه بعد كده للموضوع ده؟ تعالوا نعرف ايه اللي ممكن نستفيده بيه. Dimensional equation can be used to test the validity of laws. يعني test the validity of laws، اقدر اتحقق من صحة المعادلات بتاعتي. يعني لو انا عندي equation مقترحة، الايكويشن المقترحة دي ما اقدرش اطمن ان هي صح وحقيقية غير لما ايه اعمل لها تيست كويس. وممكن استخدم الدايمنشن فورمولا ده في عملية التيستنج ده، في عملية الاختبار ده. يعني على مش اي واحد يقدر يخترع لي ايكويشن ويجي بيها ويقول يا جماعه الايكويشن دي كويسه، الايكويشن دي حلوه، تعالوا نستخدمها. نقول له لا استنى لما نتاكد اذا كانت صح ولا غلط. افرض الاقتراح بتاعك اللي انت مقدمه بخصوص الايكويشن ده غلط، فاحنا لازم نعملها تيستنج. ايه التيستنج اللي انا ممكن اقدمه؟ ان انا استخدم معاها دايمنشن فورمولا. طب ازاي استخدم واطبق دايمنشن فورمولا في عمليه التيستنج ده؟ تعال ناخد الاقتراح ده بيقول فيه ايه. Someone suggested that the volume of the cylinder determines from the relation ال VOL اللي هو ال volume equal RH. في واحد جاي اقترح علينا يا جماعة ال volume بتاع ال cylinder ده ممكن احسبه من خلال العلاقة دي ان volume equal RH، او ممكن نحط لي هنا by RH by RH where ال R is the radius of the cylinder. ال R ده ال radius بتاع ال cylinder and h is the cylinder height، وال h ده الهايت بتاع السلندر بتاعي. وبيقول لي ايه بروف باي دايمنشنال ايكويشن، اثبت من خلال معادله الابعاد ذا فاليديتي اوف ذات ايكويشن صحه المعادله دي. ففي واحد جاي يقترح علينا كده اقتراح بيقول يا جماعه ان فوليوم السلندر بتاعي دي اللي احنا شايفينها دي الفوليوم ده يجي من خلال العلاقه دي باي، هو في باي هنا ار اتش باي ار اتش. طيب ازاي بقى استخدم ايه دايمنشن فورمولا عشان اتاكد من صحه الايكويشن دي؟ تعال نبص على الايكويشن دي نلاقي ان فيها ليفت سايد وفيها رايت سايد. فلو انا قدرت ان انا اطلع دايمنشن فورمولا للليفت سايد واطلع دايمنشن فورمولا للرايت سايد ولقيت ان التو الليفت سايد والرايت سايد الدايمنشن فورمولا فيهم زي بعض يبقى الايكويشن دي صح. لكن لو طلعت الدايمنشن فورمولا على الجنبين في الليفت سايد والرايت سايد مختلفين يبقى الايكويشن دي غلط. تعال نشوف مع بعض نعمل ايه علشان نشوف الفكره دي. الدايمنشن ايكويشن اوف ليفت هاند سايد، احنا عارفين ان الفوليوم بتاع لينس ويدث هايت، لينس ويدث وهايت يعني ال وال وال، يعني في كام ال عندنا للفوليوم؟ ال 3. يبقى الفوليوم الدايمنشن فورمولا بتاعته ال 3. طيب تعال نشوف الرايت هاند سايد اللي هو الراديوس والهايت. الراديوس بالال والهايت بالال. طبعا الباي، هل الباي ليها دايمنشن فورمولا عندي؟ لا، الباي دي 20 اوفر 7، يعني الباي دي ما اقدرش اقول عليها ده لينس او ده ماس او ده تايم، ده رقم والارقام ملهاش ابعاد عندي، فانا بتخلص منها وكانها مش موجوده خلاص. لكن انا بتعامل مع ايه الفيزيكال كوانتس اللي موجوده اللي هي مين؟ الراديوس والهايت. الراديوس تبع اللينس بال والهايت تبع اللينس برضو بال. ال وال يبقى كام؟ ال 2. الله، طب ده الليفت هاند سايد ال 3 والرايت هاند سايد ال 2، يبقى الايكويشن دي صح ولا غلط؟ الايكويشن دي فيها مشكله. الايكويشن دي غلط. ليه بقى؟ اصل الليفت سايد بتاعها نوت ايكوال للايه؟ للرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد نوت ايكوال للليفت هاند سايد. ذس ايكويشن از ايه؟ از رونج. طيب تعالى نشوف مثال تاني برضو نوضح بيه الفكره دي ونتدرب على فكره ايه ان انا استخدم الدايمنشن فورمولا دي. بيقول لي ان كاينيتيك انرجي ايكوال هاف تايمز الماس تايمز سكوير اوف فيلوسيتي. بيقول لي باي يوزنج دايمنشن فورمولا تيست ذا فاليديتي اوف ذا فولوينج لو. وبيقول لي ان كاينيتيك انرجي ايكوال هاف تايمز الماس تايمز سكوير فيلوسيتي. طيب اتحقق منها ازاي؟ وبيقول لي اف يو نو ذات الدايمنشنز اوف كاينيتيك انرجي، يعني هو كده مريحني ومديني الليفت هاند سايد ان هي ام ال 2 تي نيجاتيف 2. يبقى انا مطلوب مني بس اتحقق من الرايت هاند سايد اللي هو ده واشوف هل هيطلعه دايمنشن فورمولا زي الليفت هاند ولا لا. طيب يبقى تعال نكتب مع بعض الليفت هاند سايد اللي هي الكاينيتيك انرجي ام ال 2 تي نيجاتيف 2، الرايت هاند سايد اللي هي الهاف تايمز الماس تايمز سكوير فيلوسيتي. طيب يبقى الماس ام كابيتال، السبيد بقى هي ال تي نيجاتيف 1،
ولان هي سكوير فانا هعمل سكوير لمين؟ للدايمنشن بتاعت السبيد كلها. طب بعد كده اعمل ايه؟ ال 2 دي اللي هنا المعقول سكوير اعملها تايمز الباور بتاع ال ال يبقى ال 2، وال 2 دي تايمز الباور بتاع نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2، ويبقى الدايمنشن فورمولا للرايت هاند سايد هي ام ال 2 تي نيجاتيف 2. الله، طب ده الليفت هاند والرايت هاند الاثنين ايه؟ سيميلر، يبقى الاثنين ايكوال. بدل الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد، يبقى ذس ايكويشن از ايه؟ از كوريكت، يبقى المعادله دي سليمه. طيب تعالوا ناخد مثال كمان يوضح برضو الفكره. بيقول ايه؟ ذا موفمنت اوف ذا بودي under the influence of force at the following relationship. بيقول لي ان VF equal VI plus ET. بيقول لي prove the validity of this relationship by using dimensional equation. هو مديني معادلة بيقول ان في جسم بيتحرك تحت تأثير الفورس، وكانت المعادلة بتاعت الحركة بتاعته تيجي من العلاقة دي. على فكرة الإيكويشن دي أخدتوها في تالتة إعدادي. وبيقول لي where A acceleration T time، ال VF ده الفاينل فيلوستي وال VI دي انيشال فيلوستي، يعني اعتبرها V1 و V2، VF و VI بداية ونهاية. طيب تعال نشوف الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد. الليفت هاند سايد عندنا مين هنا؟ الفاينل فيلوستي. طب الفيلوستي والسبيد نفس الدايمنشن، يعني هما اختلاف المسمى، ان واحد سكيلر والتاني فيكتور، لكن الاثنين سيم ايه؟ دايمنشن فورمولا. فيبقى ال VF الدايمنشن فورمولا بتاعتها ال T نيجاتيف 1. حلو، تعال نشوف الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد فيه ايه؟ فيها ال VI بلس ET. طب ال VI الدايمنشن فورمولا بتاعتها ال T نيجاتيف 1، انيشال فيلوستي، الفيلوستي والسبيد واحد، نفس الدايمنشن ال T نيجاتيف 1 بلس ده ينزل، الاكسلريشن ال T نيجاتيف 2 ودي احنا كنا خدناها قبل كده، التايم يبقى T كابيتال. طب عشان نخلص الجزء ده، وانا شايف هنا في T و T نيجاتيف 1 و T نيجاتيف 2 و T بوزيتيف 1، الاثنين دول هنعمل ايه في الباور بتاعهم؟ نعملهم بلس، يبقى نيجاتيف 2 بلس 1 يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي نيجاتيف 1. يبقى انا عندي هنا ال T نيجاتيف 1 بلس ال T نيجاتيف 1، يبقى الاثنين دول اعمل لهم ايه؟ يبقى 2 ال T نيجاتيف 1. طيب ال 2 دي هل كده يبقى الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد ديفرنت، مختلفين ولا ايكوال؟ ايكوال. ازاي يا مستر؟ ده هنا 1 وهنا 2. احنا اتفقنا ان الارقام ملهاش اي احتياج، ملهاش اي دايمنشن عندي، فانا ممكن اشيل الرقم ده وكانه مش موجود، ويبقى الدايمنشن فورمولا بتاعتها خلاص بقى ال تي نيجاتيف 1. طب انا يهمني بس الدايمنشن، لكن الارقام ملهاش اي قيمه عندي. يبقى ال تي نيجاتيف 1 وال تي نيجاتيف 1، الله، يبقى الاثنين دول سيم دايمنشن، وبدل سيم دايمنشن يبقى الليفت هاند سايد ايكوال للرايت هاند سايد، يبقى الايكويشن دي از ايه؟ از كوريكت. يبقى الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد، يبقى انا كده اثبتت اذا كانت المعادله صح ولا غلط. يبقى كده اتعلمنا ازاي استخدم الدايمنشن فورمولا تو تيست ذا فاليديتي اوف ايكويشن. اشوف الليفت هاند بتاعها الدايمنشن بتاعها مين، اشوف الرايت هاند سايد بتاعها اكتبه ايه واشوفه هو يطلع ايه، وهل اقارن الاثنين. لو الاثنين سيم دايمنشن يبقى المعادله دي سليمه، لكن لو الاثنين ديفرنت ان دايمنشن مختلفين يبقى الايكويشن دي ايه؟ غلط. يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ استفادتين مهمين قوي من دايمنشن فورمولا. واحد، اقدر اكتب الميجرنج يونت واحول كل دايمنشن فورمولا الى ميجرنج يونت، وعلى فكره ممكن يجيب لي سؤال بالعكس، يديني ميجرنج يونت ويقول لي اكتبها لي دايمنشن، تبقى هي هي. الكيلوجرام يبقى ماس ام كابيتال، الميتر يبقى لينس يبقى ال كابيتال، السكند يبقى التايم يبقى تي كابيتال. يبقى انا واحط الارقام اللي كانت موجوده عليهم انزلها هي الباورات اللي موجوده على الدايمنشن، يبقى انا كده حولت برضو الميجرنج يونت الى دايمنشن والدايمنشن الى ميجرنج يونت. وتاني استفادة منها ومن الاستفادات المهمة خالص، ان انا تيست ذا فاليديتي اوف ايكويشن اتحقق من صحة الايه؟ المعادلات. اتمنى نكون فهمنا درس النهاردة، وانتظروني مع ليسون 3، وان شاء الله قبل ما ابدا الليسون اللي جاي هكون برضو رجعت تاني على الدايمنشن فورمولا، واشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله.